الأولى في الترم الثاني اللي هو يونت 7. عنواني في يونت 7 at the aquarium. At the aquarium يعني عند حوض الأسماك أو عند متحف الأحياء المائية. عند حوض الأسماك أو اسمه متحف الأحياء المائية اللي هو aquarium. يبقى at كحرف جر بستخدمه هنا قبل كلمة aquarium. At the aquarium عند متحف الأحياء المائية أو عند حوض الأسماك. المحادثة اللي عندي ما بين البنت وباباها، نركز شوية. الصورة الأولى عندي بقول which one do you want, which one do you want. فالبنت بتقول لباباها oh I don't know, oh I don't know, أنا لا أعرف مش عارفة. طب هي يعني إيه which one do you want؟ يعني أيهم بتختاري، تختاري إيه في دول، which one do you want. بالضبط كده زي ما مامتك بتاخدك تشتري لك لبس ولا حاجة، فبتسألك عايز التيشيرت انهون، عايز البنطلون انهون، عايز الجاكيت انهون، أي لون، المقاس، كلام ده. فwhich one هنا which بمعنى أي أو أيهم للاختيار، which one do you want أيهما تريدين، أنت عايز انهين فيهم. بتقول له oh I don't know، أنا مش عارفة يا بابا. They are all cute. They are all cute. كلهم cute. يعني cute هنا cute قلنا بمعنى جميل أو ظريف أو لطيف. كلهم حلوين. كلهم حلوين. فأنا مش عارفة أقرر. لا ولا حسنا. It's time to go. It's time to go. ده يا سير احنا كنا بنقول time for، دلوقتي بتقول لي تايم تو. تايم فور قلنا بيجي بعدها اسم زي تايم فور انجلش، تايم فور بريكفاست، تايم فور لانش. انما تايم تو بيجي لي بعدها فعل في المصدر. اتس تايم تو جو يعني حان وقت الذهاب، يلا عايزين نمشي، يلا حبيبتي خلصي عايزين نمشي. بليز من فضلك ميك اب يور مايند، اخلي بالي من المصطلح ده كده على بعضه. ميك اب يور مايند، make up your mind معناها اتخذي قرار، يلا خلصي اختاري انجزيني. make up your mind معناها قرري. فالبنت فكرت كده اوكي I'll take this one. I'll take. I'll take يبقى I'll بعدها الفعل في المصدر اللي هي will ومصدر. I'll take this one، انا هاخد دهية. ماشي حبيبتي خديها. are you sure، متأكدة؟ Are you sure؟ Yes I am. Are you؟ Yes I am. واتفقنا ان الار يو بحولها في الإجابة لآي ام. Are you sure؟ هل أنت متأكدة؟ Yes I am. Great. رائع عظيم. Let's get it. Let's get it. خلينا نشتريها، يلا ناخدها. Let's قلنا let's دايما بعدها الفعل في المصدر. Let's get it. بابا داد the cashier is over there. كلمة جديدة الوحيدة اللي عندي كلمة كاشير. يعني كاشير اللي هو بنسميه أمين الخزنة أو الصراف، أمين الخزنة أو الصراف، أمين الخزنة أو الصراف اللي عنده الحساب اللي هنحاسب عنده. the cashier is over there يعني أمين الخزنة أو الست اللي هتحاسب is over there هناك، هناك هي تعال نروح لها عشان نحاسب هناك. المحادثة مرة تانية قلنا which one do you want أيهم تختارين، تختاري if دول. I don't know they are all cute. They are all cute. كلهم جمال، جمل الترتيب. will it's time to go، حسنا حان وقت الذهاب، احنا هنمشي دلوقتي. please make up your mind معناها قراري، اتخذ قرار اختاري يلا. اوكي I'll take this one، خلاص انا هاخد دهية. I'll take this one. are you sure، هل انت متأكدة؟ yes I am. great. let's get it، خلينا نشتريها خلينا نجيبها. dad the cashier is over there، يا بابا الكاشير هناك اهو او الصراف هناك اهو. باجي بعد كده لمحادثة الريفيو المراجعة، وهي مراجعة على
يونت 6 المفروض اللي هي محادثة الترم الأول. Excuse me, I am looking for the bathroom. هناك كنا بنقول I am looking for the museum. Looking for the bathroom. Is it far? أنا بدور على الحمام. هل هو بعيد؟ الصوت. Not really. Go straight. امشي طوالي. It's on the left. وقلنا أقدر أقول on the left أو on the right. Thanks. No problem. Thanks. No problem. إذن دي المحادثة الأولى عندي في الترم الثاني اللي هي عنوانها at the aquarium عند متحف الأحياء المائية أو عند حوض الأسماك. هلاقي بعد كده مديني مجموعة الكلمات. الصوت الناس اللي داخلة وفتح المايك. الناس اللي داخلة وفتح المايك اقفل الصوت. باجي بعد كده بلاقيه مديني جزئية الورد تايم. جزئية الورد تايم اللي هو الدرس الثاني مديني فيه ايه بقى في الورد تايم؟ مديني فيه اللي هي بنسميها المارين أنيمالز. المارين أنيمالز أو السي أنيمالز بتسميها مارين أنيمالز أو سي أنيمالز اللي هي حيوانات بحرية اللي بتبقى موجودة في الأكواريوم أو موجودة في السي. زي إيه؟ مديني حاجة اسمها ويل اللي هو الحوت، دولفين اللي هو الدولفين، أن إيل بيسموه ثعبان البحر اسمه إيل أن إيل، أشارك اللي سمكة القرش، أن أكتوبس اللي هو الأخطبوط، أكراب اللي هو الكابوريا. مديني بعد كده أربع صفات أخلي بالي منهم اللي هم بيج وسمول وفاست وسلو. نقولهم تاني، نقولهم تاني. جزئية الورد تايم في أول يونت ويل دولفين إيل شارك أكتوبس كراب. مالهم الست كلمات دول؟ إخوات. إخوات عشان إيه؟ عشان سؤال الأدوان أوت الكلمة المختلفة. يبقى لما أقول ويل الصوت، لما أقول ويل زي دولفين زي إيل ينفع أحط معهم إليفانت؟ لأ، إليفانت هتبقى مختلفة لأن الإليفانت في الزو. يبقى أشيل إليفانت وأكتب مكانها شارك أو أكتوبس أو كراب، والعكس صحيح. بمعنى لو أنا قلت إليفانت ومانكي وجيراف وويل يبقى بقول له ويل اللي مختلفة وأجيب مكانها أي حاجة موجودة في الزو. مرة تانية جزئية الأدوان أوت هنا مهمة الخاصة بجزئية السي أنيمالز أو المارين أنيمالز. عندي قلنا ويل اللي هو الحوت، دولفين الدولفين، أن إيل وبستخدم قبله أن طبعا لأنه بيبدأ بصوت الإي، أن إيل اللي هو ثعبان البحر، شارك سمكة القرش، أن برضو أكتوبس لأنه بيبدأ بالأو ساوند هنا، أن أكتوبس اللي هو الأخطبوط، أكراب اللي هو الكابوريا. طيب ليه مديني هنا معهم الصفات ديت؟ مديني بيج وسمول وفاست وسلو باعتبار إن أنا هنا في الطايم ما أخدتش حاجة اسمها مقارنة صفات، ولكن احنا شطار وأخدنا مقارنة الصفات من سنة تالتة ابتدائي في منهج الولد، وخدناها في رابعة وخدناها في خمسة. عشان أقول له هنا هعمل مقارنة ما بين كل واحد والتاني من دول، عشان أقول له bigger than أو smaller than، عشان أقول له faster than أو slower than. يبقى جزئية الجرامر عندي هنا في اليونت الأول اللي هي مقارنة الصفات من الدرجة الأولى اللي هي بنسميها الـ ER than. أهيت the whale is bigger than the dolphin. طيب لو حابب هنا أستخدم smaller يا حلوين هقول إيه؟ حد يرفع لي إيده. يلا يا حنين. إذا the dolphin is smaller than the whale. تمام. يبقى إذا جزئية الجرامر بالنسبة لنا هنبقى فاهمينها وحافظينها لأن أخذنا قبل كده big و bigger، fast و faster، small و smaller، slow و slower، واتفقنا طبعا عشان أقول له bigger أو smaller أو thinner أو fatter أو faster بيجي لي بعدها كلمة إيه حلوين؟ زان. تمام. دي نظرة سريعة كده على محادثة الترم الثاني اللي هي المحادثة الأولى. هنسيبها وزي ما قلت مفيش مذكرات إلا لما أقول يا جماعة روحوا هاتوا المذكرات. تمام. أروح بعد كده لجزئية الريفيجن والامتحانات بالنسبة لنا. الريفيجن والامتحانات بالنسبة لنا كنا أخذنا كم كبير فيها. أروح كده ل أول جزئية أنا عايزها قبل ما نروح
للمراجعات والامتحانات اللي كانت في الواجب. نركز شوية. امتحاننا طبعا يوم 1/3، تمام كده؟ امتحاننا 1/3 مش كده؟ امتحاننا 1/3، امتحاننا يوم 1/3. الامتحان كل ما يخص الامتحان بقوله لك دلوقتي، الناس تركز معايا. انا بروح الامتحان بامتحن كل المواد في ورقة واحدة، نوعية الاسئلة لكل المواد، نوعية الاسئلة لكل المواد بما فيهم الانجليزي، اسئلة اختياري، اسئلة اختياري يعني هيجي لي في الانجليش خمس جمل اختار، خمس جمل تشوز، بيقول لي تشوز from A, B, C or D، اختار من A أو B أو C أو D، تمام؟ زي السؤال اللي موجود قدامي ده هوت، تمام؟ زي السؤال ده كده. ياسر هيبقى فرق فور إنجلش؟ أيوة يا حبيبتي اللي احنا شغالين فيه، تمام؟ يبقى أنا هيبقى كل مواد تشوز ولا كله تشوز، كله تشوز، كله تشوز، كله تشوز يا حنين، عربي، ماس، ساينس، إنجلش، كله تشوز. سير معلش، هو وقت التاني امتحان بيبقى قد ايه؟ والامتحان كله ساعتين. سير هو ايه اكتر اسئله في الانجليش؟ نعم فيكم في تشوز وحاجه وحاجه وحاجه. لا يا حبيبي في الانجليش كتير. مالها؟ ماله؟ وفيكم في سؤال، سؤال السؤال بيكون عليه كده نقطه. لا احنا قلنا امتحان الترم الاول ده مختلف عن اي سنة، احنا متعودين ان احنا بنحل النموذج امتحان كامل سواء هنا او في الولد. المطلوب مني السنة دي بس عشان ظروف كورونا وعشان تأخير الامتحانات والتأجيل والكلام ده، فقلنا طبعا الامتحان هيتعمل نظام اختياري كله، مش هتكتب حاجة في الورقة غير انك هتختار اختار 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 كل المواد. بالنسبة للإنجليش أنا عندي خمس جمل عشان خاطر الناس اللي فاتحة مايك تقفله، أختار من خمس جمل أختار A أو B أو C أو D بنفس الطريقة دي. طيب أهم الجمل اللي عندي، أهم جمل اللي عندي قلت هبدأ من أول الامتحانات اللي هي موجودة في كتاب المدرسة، اللي هي البراكتس تيست اللي موجودة في كتاب المدرسة. فعلى سبيل المثال ممكن يجي لي هنا هوت في الجزئية الأولى بيج 18، لو فتحنا كلنا بيج 18 بسرعة. فتحنا 18. ايوه سي. تمام. أيوة سي. تمام تمام. نمبر 1 يا محمد يا وائل بقول I am I need juice. thirsty. I am thirsty. خلاص واضحة هيت، ما فيهاش أي مشكلة. I am thirsty I need juice أو it's so hot I am thirsty، الاثنين اوكي. طالما I need juice I need water أو it's hot يبقى I am thirsty. ونخلي بالنا إذا كان مديني thirsty ولا thirsty، يبقى بقول له I am thirsty. What's your subject يا أدهم؟ favorite. اسمها what's your favorite subject، ما مادتك المفضلة. نمبر 3 حنين، she is to ride the bus. going to. قلنا am is are going to، am is are going to يبقى she's going to. رناد، she tickets. bought. she bought tickets. هنا طبعا الخمس جمل اللي هيقولي في الامتحان نصهم كلمات ونصهم جرامر. اقول تاني، الخمس جمل اللي هيقولي في الامتحان نصهم كلمات ونصهم جرامر، يعني جملتين مثلا، واحده جوينج تو واحده ماضي بسيط، والثلاثه الباقيين كلمات. يعني ايه يصير كلمات؟ زي الجمله الاولى I am thirsty، دي ما فيهاش جرامر، ما فيهاش جرامر، تمام. What's your favorite subject؟ ما فيهاش جرامر. لما اقول هنا نمبر 4 she bought tickets، ديت واخده الاثنين، واخده جرامر وواخده مصطلح مع كلمه اللي هي برضو كلمات. يبقى اذا الخمس جمل اللي بيقولي في الامتحان هيبقى بنفس الطريقه ديت، اللي هي بيسالني عن كلمه او عن جزئيه في الجرامر. خمس جمل اختياري، خمس جمل اختياري. نروح لنموذج تاني بسرعه، هتروح للبيج، روح للبيج، هات لي 21. نعم يا بابا. ياسين مذكرة ايه انا ما حضرتش من الاول؟ ياسين مذكرة المراجعة اللي معاك يا ياسين، مذكرة المراجعة حبيبي اللي معاك بيت 21.
جبنا 21. ايوه تمام. بقول في نمبر 1. نمبر 1 يا لارا. لارا ايوه هنا اماني بيك ابلز ان ذا سمر. استخدم ايه من دول؟ ويل طبعا لان عندي ويل والمصدر. ويل والمصدر يبقى ويل بيك. نمبر 2 يلا يا مجدي. هيز تو سي ا شو. مجدي he is going to يبقى he is going I am going they are going يبقى going. نمبر 3 لنا. What's your subject لنا يا لنا؟ تسنيم تسنيم أي سير. What's your favorite subject? Favorite subject. What's your favorite subject? Number 4 يا ميادة. She tickets. Bought. She bought tickets. She bought tickets. روح لي بعد كده. لبيج. 24 جبناها. تمام. يلا نور عليوة. نور عليوة نمبر 1. It's time for lunch. قلنا time for lunch. Time for breakfast. Time for English. يبقى time for واسم. نمبر 2. نور مصطفى. She didn't apprise. دي جملة امتحاني حلوين. خلوا بالكم منها. She didn't apprise. When. She didn't win. طالما استخدمت did أو didn't بعدها المصدر. المصدر هنا اسمه win. يبقى she didn't win a prize. Number 3. يلا يا براء. My mother took the rubbish. اسمها took ايه يا بابا؟ Out. Took out. اللي هي take out. Took out the rubbish. Number 4. They are going to not a friend. ريتاج موجودة ريتاج؟ ريتاج احمد عبد المجيد. احمد عبد المجيد. They are going to a friend. Visit طبعا. يبقى انا بركز على الجملة كلها. مرة سألني عن are. مرة سألني عن going to. مرة تالتة بيسألني عن visit. يعني يسألني عن تركيبة الجملة. Am is are going to والفعل بعدها في حالة المصدر. يبقى they are going to visit a friend. They are going to visit a friend. نروح لنموذج تاني. نروح لبيج. هات لي بيج 27. 27 جبتها. يلا تمام يا سير. يلا يا فاطمة. نعم. Would you like to not summarize? Would you like to summarize? Try. عائشة. I am going to some apples. I am going to some apples. I am going to buy. I am going to buy. ممكن أقول pick apples ولكن مش موجودة pick. يبقى أنا بقول له buy some apples. Number 3. What are you? يلا يا سامة محمود. What are you? اللي فش. What are you eating? Eating. What are you eating? سامة سامي. I like popcorn. It is delicious. It's delicious. It's delicious. نشوف نموذج تاني. لا سمحت يا شيخ. هات لي بيج 28. شيل انا عايز اجاوب. هات لي 28. مين اللي عايز يجاوب؟ انا ايسي. 28. نقفل المايك كلنا. نقفل كلنا. 28. يلا. الجملة الأولى. ياسين أبو جبل. ياسين. عمر إز هينز جوس. ثيرستي. نمبر 2. ألاء. ذا ميوزيوم إز يور رايت. On your right. قلنا اسمها on your right. شاهد الحداد. Excuse me.
is the hospital? Where is the hospital? لوجي لوجين عمر لوجي. The girl is going to نقط a letter. ميل. ميل بس قلنا going to مصدر. Going to مصدر. نروح لجزئية تانية. هات لي بيج. سير. هات لي بيج. سير. 31. 31. يا سير. نعم. سير أنا عايز أجاوب أنا حابة. أنا سير عايز أجاوب. وانا يا سير انا كلنا ما جاوبتش. كلنا بنجاوب اهوت. انا بختار الاسماء اهوت. مين اللي بيقول ما جاوبتش دلوقتي؟ انا كلنا ما جاوبناش. طيب انا عايز في الجمله الاولى رهف 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 وبعدها نعم محمد السيد وبعدها ندى. ها رهف نمبر 1 ديد هي كلايم ذا قلنا كلايم ماونتين. تمام يلا محمد السيد. I go skiing in summer. محمد السيد. محمد السيد. سير ممكن أقول؟ محمد السيد نايم. ندى إسماعيل. ندى. يلا يا ندى. أه. I إيه؟ أه. يا ندى. ايوه اي ايه يا ماما. انا اسيل. اسيل ممكن اقول؟ اسيل اسيل. ايوه اسيل. اي ايه؟ اي ام. اي ام عايزه جوينج. اي ام عايزه جوينج. ما عنديش جوينج. ما عنديش جوينج. اسيل اسيل كويس. انا المفروض تكون وانت. عاوزين سيف سيف سيف. اي دو عايزين رناد رناد رناد. مش عايز حد يتكلم ويقول لي ينفع اقولها ومش اقولها. الناس انا بختار الناس اهو. I won't. طبعا الاجابه الصح هنا won't. I won't go. I won't go. يا اما will go يا won't go. يا will go يا won't go. عندي go مصدر يبقى بستخدم قبلها يا will يا won't. طيب يا سير ام. ام عايزه going. عايزه ing. تمام. طب ما فيش حاجه اسمها do go. تمام يبقى اسمها I won't go skiing. I won't go skiing. وطبعا دي كانت جرامر بتاع اخر يونت. اخر يونت الناس اللي ما حضرتش فيه. نمبر 3 my mother the laundry yesterday. جنى my mother did. my mother did طبعا لوجود yesterday يبقى my mother did the laundry. نمبر 4 بقول ممدوح is putting away the. put away put away the. يلا يا يا واحدة هاني السعيد. نعم. بوتنج اويز ايه؟ جروسرز. جروسرز قلنا بوت اوي ذا جروسرز. بوت اوي ذا جروسرز. تمام اروح لنموذج تاني نركز بقى. نركز. ايوه يا حبيبتي سامعك. هاتولي بيت سيرت 3. محمد 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 عبد السلام. محمد عبد السلام ليسننج في عينك. محمد عبد السلام. محمد عبد السلام. هنا عرب. هنا عرب. بلي هنا عرب. نمبر 1 I didn't cards يبقى بقول له بلاي. I didn't play لأن didn't مصدر. number two number two number two. يلا يا لنا مين ما جاوبتش خالص ده؟ أنا ما بالمنظر بتاعكم ده مش هنجاوب كلنا يعني على من دي. اللي ما جاوبش يرفع لي إيده بس. اللي ما جاوبش يرفع إيده بس قدامي مش أكتر من كده. آسر
آسر she to stories آسر listened to stories she listened to stories number three بقول he listened to stories قال لي yes he did بسأل بإيه يا لارا did طبعا لوجود did في الإجابة did he listen number four سامة سامي it's a time breakfast it's a time for محمد وائل number five did they a mountain climb climb بس طبعا لان عندي did مصدر يبقى climb mountain نعم انا نور وينات مش عارفة فايد ازاي يعني ماشي يا نور يجاوب يا نور number six I want to eat يا سيرة أنا عايزة يا الله hungry I am hungry نركز بقى الفرق ما بين hungry و thirsty I want to eat يبقى hungry إنما I want juice أو water أو hot يبقى I am thirsty number seven حنين did he climb the mountain yesterday number eight يلا يا نور عليوة you play cards You play cards. يبقى هسأل بإيه؟ لا. ركزي في الاختيارات اللي قدامك يا نور. هو يصير هو ديد مفيش حاجة دل على الماضي. جميل. بس في حاجة تانية بتدل على إن هي مش دو. يصير ممكن أقولها؟ لا يا حبيبي هي اللي هتقولها. يا نور ها لا مش واخده بالي طيب قول يا مجدي قول يا مجدي يصير الدي ايوه الدي كابيتال او سمول يا نور هنا الدي سمول تمام يبقى عشان كده انا قلت ديد يو بلاي كاردز ديد يو بلاي كاردز يبقى ديد هي اللي صح مش دو ديد اللي صح مش دو تمام سير ممكن يجيب لي دو اللي هي دي كابيتال وديد في نفس الوقت عادي اهو زي ما انت شفت كده في المثال ده بس طبعا لا في الامتحان ده لا الامتحان ده كل الجمل هتبقى سهله ان شاء الله نروح لبيج 36 نروح 36 الناس تركز معايا يلا يا ريناد نمبر 1 هي وان ابرايز الناس تركز يا الله الناس اللي رفعوا قدامي ديت ما جاوبوش مش كده تمام ماشي حاضر نمبر 1 قلنا هي وان ابرايز طب يا سيل لو جايب لي ديد انت او ديد يبقى وين الناس تركز اهو مش عمليه ان انا بجاوب الجمله اللي قدامي وخلاص احنا بنجاوب الجمله اللي قدامنا وبنشرح عليها يبقى هي وان ابرايز أو he didn't win he didn't win number two حمزة that's okay it's my treat it's my treat number three بقول she tickets يلا يا فراس فراس she tickets she bought She bought. حلينا 20 مرة دلوقتي. She bought. Number 4. Adham. Let's some juice. Let's drink. وكان ممكن أقول له let's get. تمام؟ أو let's have. قلنا drink بتساوي have. وعندي get بمعنى يشتري. يبقى let's drink some juice. Number 5. What kind of juice? نركز شوية بقى في اللي جاية ديت. عاوز الناس اللي فاتحه صوت عندها تقفله احمد عبد المجيد نرجع نقول ما جاوبناش آسر what kind of juice do لا أنا ديد دو لما أقول لك do you
What kind of juice do you? ماشي. إنما ده أنا عندي هنا سلمى. سلمى ما تاخدش دو. عايزة does. ما فيش does. يبقى ما فيش عندي غير مين يا حلو. Did. 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 What kind of juice? Did. What kind of juice? Did. Number six. هالة is going to eat candy. اسمها ايه candy يا براء؟ Cotton. Cotton candy. أحمد إمام. أحمد إمام. He went a ride. ودي جملة امتحان. He went a ride. أحمد إمام. دو يا سير. أحمد إمام معاك يا سيد. هي وانت إيه يا بابا؟ انت تو غلط. خليك معايا. ممكن أقولها؟ عائشة. مش عايز حد يقول أقولها. عائشة. هي وانت اسمها يا أستاذ. هي وانت أونا رايد. هي وانت أونا رايد. هي وانت أونا رايد. عندي أرايد مش رايد. أرايد مش رايد. نمبر 8. شاهد الحداد. منى ووتر دزا بلانتس. بلانتس. نشوف مجموعة تانية. هات لي بيج. 38. نمبر 1. مجدي. ماي مادر هانجس اب ذا كلوز. Close. Number two. Lara. Who does a floor yesterday? Sweep. Yesterday. Swept. Swept. Yesterday. يبقى بقول swept. Number three. Did she the pets on Friday? Did she the pets on Friday? يلا يا هاني السعيد. ديت شي ايه يا بابا؟ فيد. ولو ماضي بس ما فيش ديد ولا ديد انت يبقى فد. يبقى ديت شي فيد. نمبر فور. هاجر. ماي ماذر بوت فور دينر. بوت جروسرز. بوت جروسرز فور دينر. نمبر فايف. بي ذا بوكس از هيفي. بي ذا بوكس از هيفي. هقول له بي ايه يا سما محمود؟ Be careful. Be careful. Number six. Let me you mom. Let me you mom. ميادة. ميادة. Let help. Help بس طبعا لانه قلنا بعد let مصدر. بعد let مصدر. Let me help you. Let me help you. الجمل اللي بعدها. يلا يا نور. مصطفى. Page 41. Page 41. I not an email yesterday. Nur Mustafa. I sent. Number 2. Nur Aliwa. I am ride a bike. I am going to. Number 3. Yalla Hamza. She is to ride the bus. She is going to ride. Number four. Haneen. I am looking for the museum. I am looking for Yasir. الناس اللي عندها صوت عشان خاطري نقفل الصوت عشان ما نعطلش نفسنا. I am looking for the museum. Number five. I drink from a. هقول له مين في دولة. يلا يا. عايزين محمد وائل. بوتل يا سي. I drink from a bottle. أنا بشرب من الإزازة. From a bottle. Number six. براء. He's going to a haircut. براء. Get في عينك. He's going to get a haircut. نروح مجموعة تانية. هتولي بيج. 43. 43. مين؟ أنا إيناس. إيناس. يلا إيناس. قولي يا إيناس. نمبر 1 في بيت 43. What is علي have؟ إيناس. إيناس.
going going بس هي going to نصحى يا ناس يبقى what is علي going to have what is علي going to قولي اللي بعدها يا ناس قولي اللي بعدها يا ناس you want kebab مي ايه يا ماما تو انهين التاني التاني تمام مين تاني ما جاوبش خالص انا يا سيد مين انا يا سيد اسمك الاسم مروان الاسم ياسين 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 الشيخ يلا ياسين we are to have some green salad going going يا الله عليك الله عليك الله عليك we are ايه يا بابا تاني going ياسين طالما عندي حبيبي ام او اذا او ار يبقى عايز اي ان جي ام از ار يبقى اي ان جي going اللي بعدها ياسين he want some green اسمها green ايه اللي انت خدتها في الكلمات salad number 5 الاء I like to eat it. It's very delicious. Delicious. نكمل. يلا. مين ما جاوبش خالص؟ مين؟ انت مين؟ انا جانا محمد. جانا محمد جاوبت مرة وهتجاوبي تاني يا جانا ماشي. مين تاني غير جانا؟ انا ياسر ملك. انا مالك محمود. تمام. هنا عرب ما جاوبت وما عرفتش تجاوبي يا هنا ما قلت لك وما جاوبتش يا هنا ماشي لا جاوبت ماشي يا هنا طيب تمام امال ما بتقولي ما جاوبتش خالص ليه بقى نمبر 1 نمبر 1 انا يلا جانا اتس هوت اتس ان سمر هقول له اتس هوت نمبر 2 يلا يا ملك ملك محمود واتس يور سبجكت Thank you.